وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الناشط المجتمعي محمد البشاري أحد القائمين على المبادرة. مرحبا بك على شاشة المهرية. مرحبا بك أستاذة رنا، تحية لكم مشاهديك الكرام وشكرا على الاستضافة، ومبارك لكم افتتاح القناة وبإذن الله تكون إضافة مميزة للقنوات اليمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ، حدثنا أكثر عن هذه المبادرة وأهدافها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة بدأناها قبل حوالي 4 أو 5 أيام. تواصل مباشر بيني وبين الأستاذ عز الدين حمران رئيس منظمة عيادة الكرم. لنا مشاريع سابقة عملناها في تهامة، وبناء عليه تواصل معي وقال لي ليش ما نعمل حاجة للمضررين حق السيول. أبناء كاليفورنيا حقيقة المغتربين عموما لهم أكثر من حملة سابقة وأكثر من نشاط خيري. فبدأنا الحملة وكان الهدف 100,000، والحمد لله بالشرك قد عدينا 230,000 دولار الحمد لله ليومنا هذا، ورفعنا السقف من 100 بيت إلى 500 الآن الحمد لله، وفي تفاعل ممتاز من ولايات أخرى من نيويورك ومن ميشيغان ومن غيرها، ولأجل ما نظلمش كاليفورنيا فأكثر من 90% من المباني مقدمة من أبنائها، وهذا شيء ليس بجديد عليهم وليس بغريب. وسبحان الله كل ما نعمل حملة خاصة بتهامة يكون التفاعل لا محدود والحمد لله. نعم، هل المبادرة ما زالت مستمرة وهل ستستمر لمشاريع أخرى؟ المبادرة مستمرة، جمع الأموال ما زال مستمر، بناء البيوت الحمد لله بدأنا فيه، انتهينا من بناء 3 إلى 5 منازل إلى الآن، وخلال أسبوعنا القادمين بإذن الله سيصل العدد لـ20. بنحاول نستهدف الفئة المعدمة تماما التي كان ما بيش معاه غرف أساسا، السيل جرف ما معه من طرابين أو بيوت طينية وما إلى ذلك، سواء كانوا من الذي عايشين في مجرى السيل نفسه أو في قرى معينة ولكن تضررت بسبب السيول. وأيضا بحمد الله لأن المبلغ كبير حيكفينا إن إحنا نبني لكل اللي كانوا عايشين على مجرى السيول، عددهم حيكون حوالي 50 أسرة، وحيكفينا إن إحنا نبني غرف لناس آخرين حالتهم المادية سيئة جدا تضرروا من السيول، ولكن لم تكن السيول السبب المباشر لعدم حصولهم على مأوى. نعم، أين تم بناء هذه البيوت؟ في أي مناطق؟ ابتداء في مديرية زيدية معنا المندوبين حقنا فيها، وذهبوا للمناطق المتضررة من السيول وعملوا لنا مسح ميداني وتقرير كامل، ولكن لأن المتضررين من السيول لا توجد لديهم أراضي. نعم. فسنقوم وقمنا بالتواصل مع مسؤولي الأوقاف، والحمد لله التسهيلات متواجدة من الجميع، أوامر مباشرة أن ما يتطلب لإنجاح هذه الحملة يتم. نحن الآن على تواصل لشراء عدة أراضي في عدة قرى، لأن ليس الغرض أن نجمعهم جميعا في مكان واحد ونبعدهم عن قراهم. احنا على تواصل الان ان احنا نبني في كل قريه او مديريه ارض فيها من 10 الى 20 بيت للاكثر تضررا، باذن الله حتكون فيها. البناء بداناه في ناس معاهم اراضي ولكن اختربت السكن حقهم، فجبنا مقاولين وتم بناء غرفه في داخل الارض، ولذلك كان الموضوع سهل. أنا الحملة عمرها أقل من 50. نعم الحمد لله. إذا ما هي المعوقات التي ربما واجهتوها أثناء التنفيذ ولا زلتم تواجهونها إلى الآن؟ ولا شيء الحمد لله. لا يوجد جهات قامت بمنعكم أو ما شابه ذلك؟ منع للأمانة كلمة كبيرة شوية لا، ولكن البعض كان يطلب بعض التراخيص بعض كذا، ولكن الجهات العليا بمجرد ما يتم التواصل معهم بيكون الموضوع واضح وبيتم الامر بسلاسه، الجميع متعاون، الجميع مستشعر اهميه الموضوع، الجميع حاب ان هؤلاء الذين يفترشون العرى يكون معهم منزل يومهم. نعم، هل تعتقد ان وسائل التواصل الاجتماعي اثرت بشكل ايجابي على ابراز المبادره وتفاعل الناس معها؟ 100%، لولا وسائل التواصل الاجتماعي بعد الله ما كان للحملة اي صدى، الحمد لله. التفاعل معها أكثر من طيب، أكثر من ممتاز، تفاعل كبير وأكبر من المتوقع بكثير، وهذا كان السبب الرئيسي
اللي خلانا نرفع السقف من 100,000 إلى 500,000 وبدحنا تقريبا في نصها. نعم، هناك مدن أخرى أيضا تضررت جراء السيول، هل لديكم مخططات مستقبلية لعمل مثل هذه المبادرات؟ طيب، حقيقة اليمن بشكل عام منكوب، المتضررين أو المحتاجين فيه يصلوا للملايين، وهذا جهد دول. نحن نقوم بجهد المقل كمغتربين في الولايات المتحدة وفي كاليفورنيا تحديدا، ولأننا نعلم وضع تهامة أنه إذا البلد كله متضرر جزء فتهامة هي تتحمل الجزء الأكبر بسبب طبيعة أبنائها وبسبب قلة الإمكانيات. وسبب تركيزنا على تهامة هو رخص البناء فيها، يعني احنا بنتكلم الحملة كانت تتكلم على $1,000 تستطيع أن تبني بها مسكن، ونحن لم نقل هذا اعتباطا ولكن قمنا به من السابق لأناس متضررين فقراء، فلذلك كان الموضوع على 100,000 مئة أسرة. المناطق الأخرى خارج تهامة أنا أتمنى وأرجو أن المبلغ الذي نجمعه يخلينا نقدر نعمل الشيء هذا، ولكن في الوقت الحالي نحن مستهدفين تهامة. وأبشرك إحنا معانا نظام التوأمة أو نظام التبني، كل شخص بيبني غرفة لأسرة بنعطي له لوحة باسمه ويتابع العمل بفيديو متكامل من اختيار الأسرة إلى بداية العمل إلى انتهائه، ومن ثم بنكلفه بكرم منه بتأثيث البيت وبمتابعة الأسرة ماليا بمعونة شهرية، وخصوصا في مجال التعليم يساهم في تعليم الأطفال. أنا آسف. نعم، فضل. نسأل الله لكم البركة والخير. هل هناك إذا أنشطة سابقة قمتم بها وأن هذه المبادرة افتتحت لتهامة؟ المبادرة هذه فتحت لتهامة ولم تكن الأولى لتهامة. قبل عديد سنوات، سنتين أو 3 سنوات، كانت هناك حملة باسم أمل، الطفلة التي ماتت رحمة الله عليها، التي تصدرت صورتها الكثير من وسائل الإعلام. تم جمع ما يقارب 400,000 أو تزيد، ولكن كانت عن طريق جمعية الأيادي النقية. الشاهد أن حملات كاليفورنيا تقريبا سنوية، كل سنة بيجمعوا لليمن، ممكن تروح لتهامة، بعضها بتروح لأماكن أخرى كسلات غذائية. خير كاليفورنيا لم ينقطع عن اليمن لسنة واحدة تحديدا منذ بداية الأزمة الأخيرة. نعم، مبادرة أيادي الكرم، هل لديكم طموحات لمشاريع مستقبلية أخرى أيضا في تهامة؟ لدينا مشاريع مستقبلية، لدينا مشاريع أن الحملة هذه تكون لتغيير الوضع. لدينا حملة أن لدينا أمل وطموح أن الحملة هذه بعد بناء البيت وبعد تأمين المأكل يتم تأمين العمل. نعم. بنحاول ندبر لهم أعمال بسيطة، شركات مشاريع صغيرة، وبنحاول بإذن الله أن الحملة بعد ما تنتهي من تهامة تتوسع في ربوع الوطن. نعم. هل كان بينكم تعاون بينكم وبين مبادرات موجودة في اليمن أو جمعيات هي من قامت بالتنفيذ، أما أن السكان نفسهم من قاموا بالتنفيذ؟ حقيقة لا توجد لدينا تعاون مع منظمات أخرى بمسمى منظمات، ولكن نحن لدينا أناس يعملون في الأرض. نحن لدينا مشرفين في كل منطقة تقريبا من المستهدفين، ولأن الحملة خيرية أبشرك حتى التجار اللي بنشتري منهم المواد يحاولوا أنهم يعطونا أقل تسعير، المقاول اللي ببني يحاول أنه يعطينا أقل تكلفة، لأن عمل الخير فينا كيمنيين صفة موجودة، والحمد لله احنا بنحاول نلعب على المتابعة. إذا فقط كنت سأسألك كيف يتم اختيار المتضررين وفق أي معايير؟ المعايير أن هناك مشرفين معنا. نعم. في عقال حارات وفي مندوبين، ولأن تهامة صغيرة وقراها صغيرة، فعند سؤال أي شخص موجود في الشارع يعني من الأسر اللي تضررت من السيول، أو من الأسر التي دخل الماء إلى بيوتها وخسرت ما يؤويها. بيروحوا المندوبين اللي عندنا يعملوا رصد، يعملوا توثيق حالة، يصوروا الحالة، يعملوا مقابلة مع صاحب أو صاحبة البيت المتضرر، يحكوا الموضوع، وبناء عليه يجي لهم من عندنا الموافقة أو نحن نواصل البحث. في حالات كثيرة رفضت، لأن احنا الآن بنحاول نستهدف
الأكثر فقرا مش الفقراء، لأنه للأسف الفقراء عادة كبير جدا. نعم، إذا رسالتك الأخيرة ولمن توجهها؟ رسالتي الأخيرة شكر أولا لكم على الاستضافة، وبإذن الله أن الاستضافة تكون حافز وأن الاستضافة تنشر الحملة أكبر. رسالة شكر لكل من ساهم في الحملة، رسالة شكر لمن تبرع، رسالة شكر لمن شارك، رسالة شكر لمن تكلم، وعددهم بالمئات لا أستطيع أن أحصيهم أبدا، ولكن نقول لهم بدأت الحملة بفيديو بسيط على صفحة الشخصية في الفيسبوك. نعم. الحمد لله إحنا الآن بنتكلم على أكثر من 230 ألف دولار بفضل الله وجهودكم، وأتمنى أن تواصلوا الخير. بارك الله فيكم، وكما وعدناكم كل شخص تبرع بألف دولار ستكون له غرفة باسمه ويستطيع متابعة الناس، وذلك لضمان الشفافية ولتوثيق مال الجميع، وهذا أكمل حقوقكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي محمد البشاري، كنت معنا عبر السكايب. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.